الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال تدبي لباتناد، هل نصدق من رميسرنا العرافة هي والكاهنة فاليها من رميسرنا هي كشيغنة هي وحمقن وقياه والعراف وكل من يدعي معرفة علم الغيب أميد كستوى شيغنة هي وحمقن كان دعيني نوغي هاي يولك هنا فاليها في علم الغيب في الدعاء علم الغيب شيخ شدا الشيخ ريان غيب كي وحا مقرين نوغي هين مكرم هاي سرين جواب توحل لا نصدقه ما رمي سر ما إنه لقوله تعالى أي لأجل قوله تعالى وحاود دليل قولك إلهي ويري قل واحد تلا هذا لا يعلم موغا من في السماوات السماوين كمخلوقات كتشوغة يو الأرض دولك مخلوقات كتشوغة الغيبة وحما قنان دعين موغة إلا الله إلهي بوياني. وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحر من أتاقفك أتاق عرافا عرها فيستشيغر يا غيب كي وحما قنان موغة وكاهنا نما فالية فصدقه وكرم يستب بما يقول وحي الله فقد كفر وككفر بما أنزل وحي الجسد على محمد نبي محمد والدين الإسلام صحيح رواه أحمد. مسألة الدنبيس تدي لبعض بحرير لله هذا هاي مسألة الصوء غيب كي وحمقان إلهي مويان عد كلا إناني أغين غيب كان علم ذوحر هذا والله بأنه غيب مطلق ووح غيب نمدي سواي تهاي مطلق وعيد وقباري تشرين الله سبحانه وتعالى مويان سيدا قور ما يو قيامو دعيا وفكني قور ما يو ديماندونا إيه غيب نسبية وذاتك غار كود أيو غيب كيهي ذاتك غار كودنا غيب كما هو مشاهد وشيهي أركان أما يوقيهين تصالي هدى مساجد كان وحكسو عدا عدة شوك تغيب كماها لكن قف كميل كله شوقة وفوق غيب بكي مركا كا غيب نسبي يا بلال قف كامر كله يقو غيبي لكن ده تقول الغيب كما وضعها غيب كمر كا مطلقة إلههم بس سبحانه وتعالى قف كمر كا شيك تواقف صفات إلهي شيك قف كصفات كإلهي شيك أنا هو كافر وقالوا بيا الدين توك بحياة قف كصفات كإلهي عدان إلهي الأصقانة سنو كفرية وقالوية والشرك بو سميه في باب الأسماء والصفات الشرك باب الأسماء والصفات نحن سبعي وإلهي صفات كي سواحة كمدة عالم الغيب وحا مقان ووقيهي ووليبا ولقاريهي سيلهي ولله غيب السماوات والأرض سموين كي يرلوك وحا كقرصونا كو مقان إلههم بأب عد كالوقي بجرتو قف كمركا مخلوق إلى هذا غيب كأي أجي هاي وصرت يا عاد قوى الصغمد خلوق أسيها النقضة فالية حدقية سحرالة فوحيسو من الشيخ القشيق يو نوع الدولة يبهنم مخلوق أسي فدي إلهي بوسيي فمن اعتقد في غير الله أنه يعلم بالغيب فهو كافر مشرك الى عدانا هين كامنه انه ليه صفات العلم بالغيب وقف كافرة ومشرقة ومكذب بالقران وبيني قران الى سبحانه وتعالى وسودجي نو شيغي الى سبحانه وتعالى انه اوغي هي غيبك فاليا شيء كوان النبي عليه الصلاه والسلام وحو شيغي ان لو تغابا اناني بنانين ومعاوية بن الحكم السلمي مركو يري منا من يأتي الكهان وحنا قم إذا ركفا لياشا أوتك فلا تأتيهم أنت بكور النبي أدوكو هاو تغين إن لو أتك مركا اللو أتكو إن لفضي حديو لفشليو أما منكر كودا إلا سوليو تاسوي بنان طاي لكن إن لو أتك إيوح لويديو أولا ورئيستو تاسيما بنانا هذه لو تغي وحلويديو لو ورايستو يدو الاعتقاد سيهاي غيب كينو اوغيهاي
تاوالوغالوبيا هادي لوطاغو يدو عن الاعتقاد سنين غيب كاين وغيا لكن وحي ويري لغر ما يستو وحال الدنيا يبقى هالغصه وبيه تاسين ودم بوين وصابو نقول يا سنبي وشيك عليه الصلاه والسلام فرتر مع الموت صلاه دي وتكري يقفكو انا لقى شرسين لم تقبل له صلاه 40 يوما marka waxa loo kala qaadaya qof ugu tagay inuu fashiliyo oo inaan waxba garanahay dadka u cadeeyo ama inuu waxan ku inkiru dhawr jooji waxaan wado kaasi isagu waajib ugu gudanay waajib kalaa inuu aruf fanaa calamkar yimidu tagay isagoo aaminsan inuu qayb ka og yahay qof kale kaasina waa kaafir oo sifadi ilaahay uu makhluuq sii yimidu tagay isagoo sida aaminsanay laakiin rumaystay kaasina dambi weyn buu ku dhacay وصاب يا فرتر مع الموت سلادي وتكدين بلاجر نوت سواج استاذ الله تراد هل يعلم موقيا هي الغيبة وحا مقان أحد حدنا موقيا هي وعند وح غيبة وغيبة شرتها وضادك لك قرصون لا يعلم موقع الغيبة غيب كأحد أي ومن الخلق أحد مخلوقاتك كم يد غيب كموقع إلا من أطلعه الله كإلهي ودالع سيو وغيسيه مويالي ومن الرسول الرسول شكمي ده رسول شونا غيب مطلقا موغا وحكستا أم مقان موغا وحن مقان اندعين وحيكوغيهنو انتي وحي لغو شيك بس انت كلام موغا وحانا تاو الدليل نبي الله نوح إن كيس الله نور يا بني يركب معنا هذا غيب كوغان لو حوغان لإن إن كيس إنه هلاك سمي يشق وياي اسكو من الداليين إلا إن كومي رادين إن ابني من أهلي أرنت إلهي سبحانه وتعالى وكو عنانت إنه ليس من أهلك وكذلك النبي الله يعقوب هذا غيب كوغي مروغا لما اندب بالينا ان انكي سي يوسف هلكا وكوما قيايب اوغان لا وقير بو كباد الدوري لا سدا سو كاله نبينا محمد عليه الصلاه والسلام دعدوين بدن با سو مرو تسني غيب كاين ان اوغين حديثه تلف كي با كميدا دعددي بين ابورك عائشه وحو كويري هدا دنبي سميسو وحا لوغو شيغيا او جيرو الى او توبد كان دي كلا الى با كبري يلي دور دو غيب كوغي وحور الله عايش وحمى السمين وابين الرين تاسي أنا أك هدو النبي كوغي هاي مالنتي أحد إن قولادي بورتا وصاري كسو داد دقيان تاسينا إصابو نقور إصو صحابة إلا دبر تشبيو النبي عليه الصلاة والسلام بورتا مصارين إيجا عدكالو كبدلي لها أما سكالا أيو يالي لها بل هدو أغي هاي دقال كوحد أنت ضباطا صحابي كل شيء ده أنت ضباطا كلا نكون ضواع ميان نبي جو ما بب حين مقال ده مدينا يوسف كتشوقي له نبي جو عليه أفضل الصلاة والتسليم سقو سفر كتيرة يا عائشة رضي الله عنها وحكى قاضي كلهم تي كل أمانة كويس كل شيء بأمر كعدد بعد الدولة نبي جو ديري ولا سوى يا الكبار اللي جونا قاعدين بيل جو يسقط على متشرا إلهي وحو سودة شيء آيات كجب جبيس كهادلية. مركي أور كي عايشة أي صارين لك عييبة كوشيو الكايس كتالا العرك. دون النبي غيب كوجي وحو ورا الله كوشيو واتا أور كاكفر دي أور كعييبة ورا الله. صحابة كومو داليين إلى بعد الدونان. سيدا سوكل اللومن نجادين واللومن نجادين مال آني بيولين. بيل قد هارقات مركا الرسول شو مركا للاية هاي وحا غيب كوغ عدو الهي الدالع سيا الرسولة غيب ودن بيوغيهين ما هي معانيه دوامح وحي يوغيهين انت اللو وحي يودون بيوغين وحان وحي الهي وقشيهين وغيب مؤغا وحان صاول الله يددك غير كود با نبي محمد عليه الصلاة والسلام أما أنت سنتي كنت لحتجين يا واحد شاجان أنت علمك إله يلوح المحفوظ كقو قرآن هي إنك لا ديارات كعب النبي جوين وجيه ومن علومك علم اللوحي
والقلم وحا كقرن لوح المحفوظ قلن وقري بأمر الله وكقري علمي قاقو كميدي معنى علمي قاقو كبل لاري انت لوح المحفوظ كتا انت لوح المحفوظ كتا لورنا ودوكتا هوي المعنين ووحا نعدونا إلى يوم القيامة وليبا إنك لو ديارات كل لوح المحفوظ كان كقرين يدنا ودوكتا وبوصيري باسا كوري كتاب كان برده موليدك أي أخريان دادك غاركوت أي كعب هذا يستان وعلماء غاركوت إلى هذا المحوي إلهي ورابي مركو النبي محمد وإنت اللوح المحفوظ كقرى وإن علمي قاها كميدا وعلمي قاها كبال لا رأيي هاي إنت اللوح المحفوظ كقرى مركا الرسول شو غيب كوحي كوغيهين إنت اللوح وحيودين غيب ودن لمدى العسين قال تعالى إلهي وحر عالم الغيب ويان إلهي وحما قال ودن كوغ فلا يظهر أمم وشيء على غيبه وحما قال وقي هيا حذر منا أمم وشيء ما لقنا أمم وشيء ولينا أمم وشيء تنيين ستون أمم وشيء إلا من ارتضى من الرالي كان نقضوا من رسولنا مويالي وده يسجل له وحي وده وح غيب ككمي ده وحي الله وشاقي ونبي وحياه فربضان ودعين أيو شاقي وحي وكو قادي سيدي وشاقي بان الرماس مركي الدنباء أيو دعين وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحر الله على موغا الغيب غيبك إلا الله إلهي مو يرعدك لموغا حسن رواه الطبراني والنبي عليه الصلاة والسلام وحاكتي سكك جيراري لبها بلود أو يرير جيرار كود وحي كسو الدرين وفينا نبي يعلم ما في غد وحن دحشوغا النبي أوغ وحا بريد عدونا والنبي وحكا ستو بريد عدونا إن أوغي هاي بشاقا النبي عليه الصلاة والسلام حيري دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يعلم الغيب إلا الله سكدا بود هذا الكنوع عاسي ومنكره قرار كاقي كليس كوضع غيب كإلهي مو يعني عدك لموغا أنا أقول موغي عدك لنموغا لذلك غير كود باو حلقيا بإن إلى هذا ميانا دعي كرين إن ذلك غير كود إلهي وكو شرفا وكو ماموصا إن لوح المحفوظ كوحا كو قرن وتصا وحا تيرا أما تيري تيري rag wadankeena joogay oo xaga cirkeeyay jiray hatta markay soconayaan dadka qaar ay oran jireen looxul mahfuud ku daalacanaya looxul mahfuud kiba daaha looga qaado qofka kadeedka iyo dhibaatada iyo kuleelka ka baxayna waad yaabaysa sida ku leeyeen ilaahayna wuxuu nabi maxamed wuxuu ku yiri waxa tiraada walaw kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhayr أنا غيب كم أوجي هدان وقال لا خير كان بتصلى دبي وقوم ده عمبا إلا خير قالوا قصص عذابان وجهي شرك يدب قالوا قصص عذابان وجهي لكن واحد ندبكو يقول له عيا وحوي غيب كأيان الأوجين بركاتك غير كل بق كده وده يقرأ ريا أولياده إلهي كم موسى وكم شرفا غيب ك يوحى مقن إنه داه وققاو وصرت يجع عادة ولقطه وحن الله النهاي نبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم يا صحابة ديس عند كدر تجس الرئيس إلهي أكتي سكر قيمة بدل ما تكتب دجال كي واحد آية ضحى كهاد لاية واحد دعاء إلى عمر كل شيء جاي واحد وما سدان وما بيودع يسوي ولا مرك عربة وما كان لكن يدك ميدان أجين والدجال كمرك ودعاء سيد النتيجة دو عين نقول السميدان وجين نبي محمد نمو وجين أبو بكر نمو وجين عمر نمو وجين عثمان نمو وجين علي نمو وجين صحابة كلا نمو وجين وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلى هنا ما هامد إذن ضال عسينا يا غيبك مركهديا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا صحابة كلا كنا دلوا جب شاري إلى هاي وكل غيبك إذن ضال عسين وياه ويا عدة أولي اللي ما يقول عفته كدرة تصر رئيس إلى هاي غيب كيو وحمقان وضالع سي سؤال سقال إلى واتنات هل نلبس محرنينا الخيط حركها أما الدنطة يو الحلقة برارقت للشفاء سأل بوكس شوه الله
مركا لبدن هو تصالحون كل ما يعلق لدفع البلاء أو رفعه أو لحصول الخير ودوامه وحكس طوله حب البلاي اللي سكي دفاعه أما بس بلاي دعضي اللي قد بكسر أما خير اللي هو له أما خير هو اللي هي إنه دائمه إلا حد حكم كي سوامح ما راه كسم يسناده هكسم يسناد الذهب أما فضة أما النحاس سيبرا رقاه وكلا أما مار هكسم يسناده حرق حيوان لقد شرايا كسم يسناده وحدون ما يرح النقضه وحال الله حدانا إياه لدفع البلاء ورفع حكم كي سوامح أرنت النوع عاسيه وحا أصل وآه إن المركو رأي اعتقاده خير إلهي وإنه كينه عندك لو خير كينه كرتاري كينه إنه خير هو رأيه دائمنا إنت هاس إله وإنه كحرطه شر صوص على عدة قولة الدفاع كرتا الله وإنه إيه ميت كقولة عاي عدة كافيدي كرتاية كاقادي كرتانا الله وإنه إيه هداد إنت من سنت هاي كنت تعلقي ما يسد وحلا يسكح رأيه وحلا يسك الله الله ديه مخلوق ده أديك بكاء وديان وعلى شيخ الله أن نلبسه ما حرن ما إن الله بضعه يوحي الله مده لقوله تعالى قولك إلهي ورأوقي وإن يمسسك الله إلهي أدوك تابسية بضر دب وإلهي وكو قدره دب كو يحن نغنكرا فقري نغنكرا عاف ما ضر نغنكرا بلا يوين كي مصائب تكالي فلا كاشف فلو عد كادو القادي كرتابة شرته كافي ذكرتا إلا هو إلهي ويان وإن يريدك بخير فلا راد لفضلي أدو إلهي خير كل الضوانانا خير كإلهي وكل الضوانان عدك هوريستاي كرتا مجرد نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحد دعوين كيسي أذكار الصلاة وقمدها اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلا واحد بحي سعيد هوريستاي كرتا مجرد واحد أدو قديد دو أد بحي ويدان عد بحي كرتا مجرد وإلهي سبحانه وتعالى من صفات الربوبية وحكم ذا تدبير هذا الكون صفات كالرب النمد وحكم ذا كون كان إيا عالم كان إنو مامله وحا ودونا يا أونو كرد عوحا ودونا هنا أنو كرد عين خير يشر عيد كلاو صفة ذا اللي هنا بجرته قفك هذا بي اعتقاده آمنة إن مخلوق عالم كان معموله خير وكيني كرا خير وشوكتين كرا شر يرباته ودفاعي كرا مدد كهيسته كوهبسته وككر قادي كرا قفكاسي صفاتي رب النمو هيد يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أي مخلوقاسي وكوحا وكرنا عوى شرك في الروبيه وشرك رب النمو ذو قليي لين عكلاها الدين لأيقان وشرك في الألوهية يو شيء قاو آمنة إنه خير ككين هي شركة الدفاعية أما هو فيديه وخضوعية ودلوبية وتذللية خضوعية تذلل كاسنا وعباده إله هو الحق لي ركوا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وحيابان هذا بدتك وحدان وحدان لدفع البلاء أو رفعه بلاء إنه يسكي الدفاعان أما بلاء إنه كل عضي سكجة فيدان يجوا واحدان جواديده ذا كحرد غربا جواديده كحرد قريه ذا كحردان حلوه ذا نوله كحردان عرورته ذا كحردان حكم كذا تفصيل با كتيرة غفك الدواء من سيهاي إن يده لفت يده أي بلايد الدفاع يسوع تدع عدين أي فيدس خير كان يده لفت يده إنه كان تاني أود الله ذي ويرين تعلم ذا حبنان تاعي فسوى الشرك أكبر حي شرك أكبر ونغطي شرك وين محي ونغطي لأنه أثبت لهذه الأشياء صفة الرب سبحانه وتعالى الشياء هذا وحوصه غي صفة الرب وعد الله مضح بنان كينست خيرك يدفاع است الشرك وإلهي عدك لها دي الغصفة هي صفة الرب بعد لسي كوى الشرك أكبر هدو آمين قفكم إن أنا يد اللفت يد خير كين هين شرنا الدفاع هين لكن أي السبب طاي وكخير كين هي شركة الدفاع يا إلهي وياي مر كانوا شركة أصغرة شركة كبيرة
محل الشرك أصغر ونقطي لأنه جعل سببا ما ليس بسبب قدري ولا شرعي وهذا كما أولاً كرتيد شيء قاسي وحو السبب ويهي أرنكا إلا أي أرنكا سي تجربة كسبناتو أما أي شرعي عدو شاكتو وحيوة تجربة كسبناتو حكمية صالحان براسيت مولكو إني تهي مهدي أما مخفض للحرارة حنون بيد وداس إني تهي محال قوة قادي الصابة وطهي قف كاللقاء إن حنون كي يدرب بدي هاي سايك خففته حال قوة قادي ولا تتشابي صمع بالتجربة هي القوة قادي مرب كوينو الدوية هي محال قوة قادي الصابة وي هاي اللي قوة بكسده شرعي إلى هاي محول فيه شفاء للناس صمع way maxaa lagu ogaaday harag waraabo laga soo jaray ama neef xoolo laga jaray maro laga soo goostay mariyo qabri la dul dhigay aragtay qabuurta qaar kood geedaha ku yaalay qaar mariyo mariyo ku tuuraan waxa qofkii soo maraa maradaas uu in ka dilacsanayaa u barakeysanaya ciid qabri laga soo qaaday baraaruk iyo wixii la midii إنه خير سبب ويهي أما الشر إنه الدفاعي إنه سبب ويهي الشريعة هذا إنه شكت وما الشريعة هذا إنه مش شكت قرآن هي السنة إنه لقوا مش شكت ما واحد تجربة لقوا وقاعد يباع تجربة ده واحد لوش إذا تجاب الصحة أو ظاهر موقتة أو ضد كويس كوا فقسيين إما هم يدو قفيس كشيء قال يقول لي أنا جا وحكارك ثامة تجاب ده لوش إذا تجاب إنه عسل لقوا وقاعد يباع ما شكت إذا شيء سبب نمدي سؤالي تجربة كسبنان شرعنا كسبنان إن سبب لقد قا وشرك أصغره وهي أسباب تا شيء جيا شيء كلا سبب قد قا إلهي سبحانه وتعالى مسبب الأسباب وإله مركز فدي إلهي بقف كاسي أدم ودائن وعد كلا وصغير هذه بتجربة الجوع قادت صالحان حيابا قار كود اللحدة إن الراد مقدل ليهين sida salaan maarta oo kale waxa jiraadan caarada qofka caarada xasaasiyad leh marka uu ismarmariyo waxbay ka tartaa dii tajriba lagu ogaado dhaqaatiirtu ay sheegan marka dhibaato male waa shay sabnimadiisu ay ku sugnatay tijaabo iyo qadar ay ku sugnatay weeyo wa qawlu sallallahu alayhi wasallam ya udalila u yiri amma innaha iyadu la tazidu ku ziyadin maysa illa wahna dha'fi ma wahkala ku ziyadin maysa إن بدها تور عنك إسك تور فإنك هذا يقول لو ميت هذا دي بطوي يضع ذو حرا ما أفلحت أبدا ولي قام مادلي بأنت صحيح رواه الحاكم وصحاه ووافقه الذهبي حديث كان ضعف يبقى كسرة كان حديث كان صحيح باكر من تعلق شيئا فقد أشرك من علق شيئا فقد أشرك من تعلق تميمة فقد أشرك تميما وحل هذا كل ما علق لدفع الشر أو رفعه أو لحصول الخير أو دوامه وحتى ميم الله يراده أما قرداس وحكس طول ليس كحره سيشر ليس قد دفاعه أما مدعي ليس قد فيده أما خير سيلو حاصليه أما مد هرو تشري سيو دائمه مركا النبي قلنا عليه الصلاة والسلام يحر قفك التميمة اس كحره شرك بوسبي وشرك أكبر دو اعتقادتين يد اللفت يد وحترس هدو الصواب إنه تاي آمننا وشرك أصغر ويه سؤال الصدرات هل تعلق الخر هل تعلق ما ليس كحريا الخرزة ما ليس كحريا كولها يو الوداعة أليلوينك يو نحوها يو حشبهها وددك غاركوت يو حدان كولو أما عرورة يو حدان يو أمسان إني إشا يو حياباك عليليسو amma inay ku bogsanayaan dadka qaar kood aleelooyinka oo xiyaabo badu markay soo tufto cadcad wey dhagax waxad moodo ka sameysa kuwaas ay isku xiraan wixii kale shabaana waa lamid dadka qaar kood dukaamadooda waxay ku xiraan xasiid qalashay saabul ama haruud saabul haruud bay ku xiraan iyagoo aaminsan inay isha ay ka celinayso dadka qaar kood gawaadhidooday maramado ay ku xiraan gaari cusub iyo soo iibsadaan
يجو أمسن إن مرادا مدوب إيش هيك عليه دمر كوا كوا حوجر كلا رادو عرور تيرير نلطي ألكا مضحى أودجا يجو أمسن إن تينك يد الرضي يحبان عاص يوجر كاس وكعلني مركان ما بننطح لا نعلقها وحى إسكال الله لدين ما ينو عدنا كلا لدين ما ينو من العين أي من أجل العين إيش هذا يسقعلنه لقوله تعالى إلى عروه يمسك الله وادو إلى كتاب سيا بالضر ندب فلا كاشف مد فإذا له ندب كوم الصغنان إلا هو إله ميان إلى مباك عبد القادر وقوله صلى الله عليه وسلم يا ود الدليل ويري من علق التميمة تنقفك وحى الله يسقح رياض سيدب ليس قد دفاع أما الله يسقى سوليو يسقح راه أما قلبك يسبك حراء فقد شركة شرك موسمي صحيح رواه أحمد التميمة توا الخرزة توا كولها أو الوداعة توا ما على يلدة تعلقه وضدك أما حولها لقو حراء من العين يضو إل مركا لقى حراء ولا ليه شيء دفاعي مركا النبي عليه الصلاة والسلام حروا شرك شرك قاسنا ويحن نقول يا شرك أكبر قرم شرك أكبر نقول يا شيك يا مركا لا أمينه إن يد اللفت يد هاي واحترس إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها قارم الشركة أصغر نقول يا شركة قاسي أيه آه هدول هذا واحتركي وحيلة إلهي بها هي السبب بيوطي ومحو الشركة أصغر ونقول يا هدول سبب نو أمسي عيد وقبري كسوق هذا إيه مرادي إيه هرقي ورابها مجر النوب تلاقي ترى أيه مركب حي هلا محي الشركة ونقطوي والسبب مبلي سو عيد قبر يعني كسوق عطي وحساب النقطة نساء إن انتاجروا فقر جن الدواء يجن نقطة سابول عيد تاجر يجن دقة يس فقر يجن صار سوى إلهي لكن يدو صاب وتابور عيد دس والشركة أصغر إنه محي الشركة ونقطة هي هرت هي الشيء الصواب كذيك إلهي سبحانه وتعالى إنك إنه ما فرنا إنه نسكن رانا الشيء جالس الشيء جالس السببية حدية عنو الشرع وإنه الشيء إن أما واحد تجربة إن كوا جاني عنو هاي إن عيد قبر لقى صاقة أما مرض لقى صاق جوستا أي واحد تر صابو طاي أما بلاي إلى الدفاع عن طاي صابو طاي شريعة إنه مش شيء واحد تجربة ظاهرة أم موقتة وددك عقلي قال يا إسكوا فقسيه كسر نادر ما مرك أقف كشيء عن سبب نمديس وقدر هي شرع منا بعاني كسرنا صاب كشجع وحوس ميوا محي شركة أصغر لأن الله مسبب الأسباب أسباب إلهي بقى هي أبورة أو شيء صاب وقديك حد مرك ورقد مجو قرأ قرآن أمد عين صحة ودبي ترقف كي لاحرة تاسيد ومحل خلاف ولا يسكو خلاف سيدا إلا هذا سلف كا خلاف كا لغا سووري إنه بنان تايين آره بنانين سؤال شكوبي الصدرات ما حكم العمل كو عمل فلكي حكم كي سوا محل بالقوانين حيرر كي لغو عمل فلو قوانين تي المخالفة تي مد خلاف صن للإسلام مد إسلام كخلاف صن شريعة مد خلاف صن قوانين تي قانون كعدة تسيق قال هالنقطة مسلم هالنقطة دولة هالنقطة هي بارلمان هالنقطة عدة تسيق وحي نقطة كرتها خير وريرو بدي حرر بي لي صمع حرر كونا كوا شريعة وافق سنة كوا خلاف سنة بوييشا شركة دا ايا يالان كرتها حرر اسكول ايا مدرسة دير ايا يالان كرتها دوكان ايا مهارة ديا قوم قنع سيبا يالان كرتها قف باق قريقي ساو سامين كرا حرر يعني حبل لو دقميو من خيلي قال سو هيدو خيلي قف في كدنبايا الباب كلا قفري ماي ما انا حير هين وين درك نو عاصا لا خيدو عنتداسا مالمها لا عنيا مالمها انا تاسا لا عنيا وا حير قيس ولي هي يا دد غوري دغن marka hadii jeeraale marka la soo hadal qaado xeer iyo waxyaabahaas iyo qaanun dadka indhoodu xaga dawladda qabtaan حق الدولة ده أنت أنا إن ده هو قبرت هذا هو ساق محد نفط هذا وده شيء سحرر إلا القرآن الشرد معه وحمر هدوه وحلو قش قينا يو
حتى إن أفك لقى شيء كشرد ما مر هذي لقوش قيّن أيه أما أفك لقى شيء يقولوا لي تاسعين أحيرة أما الله قري واسكود مدوي فرق لو الحيرة ترى مر كحيرة كعدد كصميستان دولة كصوب بلاو إلا هالقف كسو قارو ولا بنوع بتكون حير شريعة وافق صن كاسني بملاه مر هذو شريعة وافق سيح وواحد شريعة وشاكته أيوم با حير لقديكت صلاهان دولة دي با واحد قرطي غفك خمر عبة سيمك قانون كبير جدا ولا نسحي هو قرار وحوي أنا سومالي لا غفك خمر عبة أفرطن شيء ذل بالقول فريه وهاي النبي قال عليه الصلاة والسلام صلاح حكومي حير كاس الشرع جميع وافق سيم سو خلاف سيم وافق سيم الشريعة وحال القف كزين يستهدو يا هاي قف محسن وجور صحة صامري رجع حبال الجد ليا دان وسيدا هينا بقول شيء ذل بالقول فريا سنة نوال مستفرينية وهاي صورة النور بيساس كتها لا بالي وحير لكن وح وافق سيم هاي شريعة وافق سيم وحلم إذا كان شريعة سيدا نبتا وافق سن كان شريعة كهري مناهين ولو يال شريعة لقوش يجيم به سيدا حيرك والدمارستو كله وحل يري وددا وحلقو مري كرا ساعدي أفرت كيلومتر كيلومتر كاس ساعد قاريق لما دافين كرا أفرت قواردي دواوين سيديت تنبيكو مري كران كوا يريرينا بغل وددا وينه مقالة ده مرتبه احتياطه مرتاح حاجة بريوم بالله ماري كرا تعال دكتور كده بيسنا حاجة قلبينه بالله ماري كرا مدليل سال شيء جيبا ترى وما مديه ده يبيه ترى وما وارين مصالح لجود كصعب صن شريعة نوحي مصلحة يضن ضد كوا وما يديدين مرك حير كاسين قل ما يحير شرعي خلاص ضد كنوا وين إلى عليان حير كنوا عاس وين كنا قمان وين مصلحة ودي بكتير هذيك الله يرحمه وروحه وروحه شريعة وشيجينه قفل ودين عدون سو صعب صار لي سو الدقيل ما يمدح الإسلام ودقلي بايو حيرك شريعة خلاف صن تصالح شو دوي بدين وين لرات صالح قف كوحدة لعب رضبة الحرية كزينة استاء وحال الحرية صنط تبر مليون ولا جناحية وحير ده حكم كيلاهي أرنتا وكل حكومي خلاف سلوي حركة صالحان حلالين وحلاي وحرام تميول خربض وحلال أما الزنا ده وحلال أما خمر جاي لجنة عصلا وحلال وقانون مخالف لشرع الله قانون كمركز الشرع الإلهي خلاف صن عيد يلاقينا يكون عمل فشاء ما بنانا إلا الصمية ما بنانا إلا وعمل فلانا ما بنانا دولتنا ما بنانا دنويننا ما بنانا وحر الشيخ والعمل وعمل فلك بالقوانين حيرك لو عمل فلا المخالفة للإسلام يدمن الإسلام كخلاف صن كفر وي وقال لي غور ما قال لي متى إذا أجازها أي إذا اعتقد جوازها ودعاء من سيئين حلالته حرب وصمين يا موقع عمل فلا يا وأنا حير شرعي عادي خلاف صن هو حاران صن هو حلال شذا وحليه وحلال قفك حارانتا حاران نماذا اللي سكوا فقسيا هاي حلال كل شيء قدوه كفرية كاس بإجماع العلماء تانا علماء دوا سكوا فقسيا أو اعتقد أموح آمني صلاحيتها إن يدو تهاي تضاد كنقا يسايا كوها بون والشريعة دا يدا كفي عمول حرار كان يقوانين تاني الشريعة دا يدا كفي عمول ويفضلها على أحكام الله أحكامتي لا يبقى فضليه وحالما إذا جحد حكم لحكم كلاب وضفره يدور أنت سأل الجهل كاهن ووحو يري دين تنسلام كومتر تبع ضفك الزينيستاء محسن كاهن للرجمية كان محسن كاهن إن بقولت هذا اللي قلت انتو حكم كلاب يضفره ومتك لصميست حكم كلاب اللي تضفره يدون ومحي وقال لهم أما وحو اعتقاد حكم كلاب يضفره إنه كوها بونين وني وقت قال لك شريعة لسكم حكومي كريمون شريعة وضدك نقي ما يصنيه وقت يهري كوها بونا يدي مك عالم تطور بقاري وصيدة وداد كيد دي يري وابا وداد داعي الشيقان يبوا هذا
وحو يري سو كورمي مسألة الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان إلهي سبحانه وتعالى رمها حولها يوحي لحيرة كصاب صن وحو الشيء هل نن يلا بد مري إن مرخاتي كان نغن كران والله بد الدمري هل نن ماشي يبوحين كران حق الشهادة وحا مسكح الدوليمات كي قال هذا وداد كان مسكح ذا كان عيولي بوداد صوماليوي كسوري وحلوام حد إسلامكم دمر كل ليدية وقوان ليبو ليه هاي نينك بركيباتي وانا حكا بچنا وحنوا وحي برقي هورا بلوغي الدنيا ده إما كعالم الحاسوب على مريا عالم كي تكنولوجي دي كمبيوتر كالا مريا مركا آيات داسي أيو بيري وداد كاسي مركا سو كفريو قالو بود دين تكبح كفر بهذه الآية فصار بذلك كافرا مركا غفك يرى حكم كالإلهي وقت ينكو مها بونا أما حكم كي إلهي عاية أما يرى قوانين تكوّل أكسن أما يرى هذا هو حكم كي إلهي مباهبا يدو جهلي آنه كاين وقانو دفريو أما بس إذا هذا هو حلال إن لا يسكو حكومة وحشر إلهي خلاف صن قفك سواء قال وهي عقيدة كفرية قال لما باعتقاد قال تعالى إلى يحرم من لم يحكم قفك أن كحكمين بما أنزل الله وإلهي سودة شيف أولئك كماس كواس هم يقوم بالكافرون كوا قالوا به مركا الحكم بغير ما أنزل الله إلهي الشرع جيسا وحان أهين أو خلاف صن إن لا يسكو حكومة ما بنانا قف كل نفتي سينو كحكوا وبنانا قويسكي سينو كحكوا وبنانا انتو طليو ولو مهارات يرى امام الدرسة يرى نقطه انو كحكوا وبنانا ومعلمين تلفتوا هذا حكم غير ما انزل الله كل عيه عدالله صعود والسيدة يقول عاد قلاص ببوك كم مقلي يا معلمك يسوكو يا ربحي ارديد ونبورني يميز كما ده حصارة وقاسو نبرا كقراعي حكم كاسم كيلا ايبا يا إن أرضيد أوردن قراء على قسمه ماذا تسكاها مصنعه أدب كفر ديهي يمد بوقة يوقيلين إيه كوى الربع حكم كيلاهي ميكاس وظلم الدين ظلمين حكم كيلاهي ما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلهي سبحانه وتعالى ظلمك يا حمام توردن ما أقوله رسول الله كسينا معلي كدعي كرتو والد كي كدعي كرتان يحكم بغير ما أنزل الله واللي بدي سعى الرورة هابا مدوا لبا قرال بوسو السمي كاسي ولي ما دينا يرادين آبا مهويو كاي يجيبا فرفيعا كي لقى فرطفيعنا أبو يري كاسا فرفيعا نكال حكم بيرا دينا ميو عدالتك وكال حكم وحكم بغير ما أنزل الله وي madaxweynaha iyo dawladuna hayeena boorta adigu hoos sweeg adiga laftaad nimba hablisi ku yiri abo qurux badan tiina horaha laydin guursaday xijaabkii waxan ragaydin ka qarnay iska daaya hakama bima anzala allah bighayri ma anzala allah hakama bighayri ma anzala allah wixii ilaahay soo dajiyo waxaan ahayn buu ku xukumay shirkadii ba waxay sameysatay xeer shariicada khilaafsan waxay tiri صلاة مركا لإدامه لما بيحي كره ولو وقت جيده هب حماه وين شقده الله ومركا شقده بريسان وباب حيسان ولو صلاة دي هيدن كلها في وقت جيده هب حي وحير شريعة خلاف سن صوما دولة دي بس سمي ستحير شريعة خلاف سن برلمان كي بس سمي أما قولي وسيرة ده سمي وحوا يسقوا ضمدون ويسقوا الحكم إما هنا الدولة دي حكم جونية يهلان السيدو oo ka qofka iyo shacabka iyo qabiilada ka duwan reeraha oo dhami maanta reer qurac iyo reer shini iyo reer maraad maantood xeerar bay leeyin inta shiraan bay soo yimaadaan xeerar bay sameystaan xeerarka qaar kood ba aad shariicada uga hor imanaya sa xeerarka magta oo kale waxay oranayaan qof inaga mid marka la dilo magtiisa dunida ay boqol ka halaad afartan halaad waxa iska leh tolka لحد النوع حاله غفك على الديلي دتك إلى حلك صلاها هل هذا حكم الله كسم حكم كلا يبا ما يا وحلاقة يا با حتى إلى أقوني كتشران دتك لحلك ودي لقاضنا يوم اللي تلوينا لقى يبنيه
xoolaha goomeed la cunayo waxa laga yaabaa agooni xataa hadaan ku jirin dadka inaan raali ku ahayn ilaahay inuu xidho walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil qofku xoolahan isagaa iskale magtan dadkii dhaxalka lahaaba iskale in la iska qorshaysto oo xeer laga dhigo inay dad kale iska qaataan iyadoo qofkii aan waxba laga weydiin hada laa yajuus waayax alxukm gayri maa anzala allah hadaba qofaa ku xukumo gurigiisa macalin madrasadiisa maamule mudiir shirkadiisa madaxweyne dalkiisa xukunkiisu waa maxay dee horta waa xaaraan ila wax sharci ilaahay khilaafsanay ma lagu gaaloobaya sheekhu wuxuu inoo sheegay in kufri akbara uu noqdo mar diinta lagaga baxo kufri asgarana uu noqdo oo eriga kufri markuu shareecada ku soo arooro labada macnoba wuu yimaadaa iyadoo kufri asgara uu yahay oo looga jeedo dhaqankii gaaladu qofku yeesha sida sibaabulmuslimi fusuuq waqitaaluhu kufr muslimiintu inay dagaalamaan ma diinka baxba maya macnaheedu waa maxay waa kufri asgaro waa dhaqankii gaalada dad isku diinoo haddana isdilaya waa dhaqan gaalad wey kufri akbarana wuu noqdaa sida kii faaliyaha inagu soo maray oo kale waaye marka alxukm gayri maa anzala allah ilaahay sharcigiisa waxaana in laysku xukumaa goormay noqotaa kufri akbara gaalnimo weynoo diinka bax xaaladaha sheekhu inoo sheegiyo kuwa lamidka hadduu xalaashado hadduu leeyahay waqtigan wax kaleba kuma haboona hadduu shareecadii caayayo uu durayo sharcigii ilaahay subxaana watacaala hadduu sharcigii ilaahay xukumkii ilaahay dafirayo xaaladaha caqiida raacday waa kufri iyo gaalnimo goormuu kufri asgara noqonaya diintaan lagaga baxayn wuxuu noqonayaa haddaanay waxyaabahaasi la socon oo hawadiisu buu raacay ama laaluush buu qaatayo xukumkii ilaahay buu khilaafay laakiin caqiid ahaan xukumkii ilaahay wuu aaminsan yahay taas waa kufri asgara waa dhaqan gaalaad qofku wuxuu caqiidaysan yahay u aaminsan yay haddana inuu khilaafo aayaddanna waxaa sidaa u fasiray oo kufriga lagu kufriya alxukm gayri maa anzala labadaa u qeybiyey saxaabada cabdillahi bin cabaas oo kufrun duuna kufri buu yidhi wakadalika in badan oo taabiciintii ka mid a oo ardayda ibn cabaasa cikrima iyo saciid ibnu jubeyr iyo cataa iyo saasay aayadda u fasireen haddaad aragto qof leh qof kasta oo sharciga ilaahay khilaafa waa gaal diinta ka baxay qof sidaa leh haddaad aragto qofkaasi waa min alkhawaarij waa caqiidada khawaarijta weeye ahlu sunna weligoodba tafsiilkaasay gelin jireen iyo kala qaadistaas oo markaana waa diinka bax markaana waa dhaqan gaaleed iyo dembi weyne diinka bax maaha bay odhan jireen qof isku duuduubayoo leh xaakim kasta oo shareecada khilaafa uu gaaloobay ama qabiilo kasta ama qolo kasta qofkaa caqiidiisu caqiidi khawaarijta weeye wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi wamaa lam taxkum haddaanay ku xukumin aimatu madaxdoodu bikitaab illah oo yatakhayaru oo aanay kala doordooran aanay wax ka dooran mimaa anzala allah shareecada gudaheeduna aanay kala doordooran wamaa lam taxkum hadday ku xukumi waayeen aimatu madaxdoodu bikitaab illah wayatakhayaru mima anzala allah ilaa haddii arrinkaas uu dhacana jacala allahu ilaahay wuxuu yeelaa ba'san dhibkooda baynahum dhexdooda ilaahay baa isku dira dadkaas hadday isku xukumi waayaan madaxdooda hadday kitaabka ilaahay ku xukumi waayaan shareecada ilaahay ay fuli waayaan dadkaa waa laysku dira waxa maanta muslimiinta haysta soo meerkaysa waa taa layshaysta uun markii dimuquraadiyad la doortay ee qaabkii xukunkii islaamka iyo qaabkii xukunka lagula kala wareegaya islaamka uu jideeyey la khilaafay dimuquraadiyad la doortay muran uun baa taagan soo meerkas waddankeenu ka qiyaas qaade waxaa la yidhi horta dadku ilaahay wuxuu yihi wactasimu bixablillahi jamiica walaa tafaraqu dimuquraadiyana maxay tidhi tafaraqu horta iskhilaafa si uu xukumku u hagaago oo ugu yara saddex xisbi waddanka ha ka jiraan saddex xisbi haddaanay ka jirin waa diktatoriya oo dimuquraadiyadiba meel lagaga dhacay baa la odhanaya soo ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay an laa nunaazica almara ahlahu cidda muslimka ee talada haysa xukumka inaa lagu qabsan dimuquraadiyana waxay leedahay xukumka ku qabsadoo ligliga ku dhega
ومركي يجي لوسي دادا وشمس نمرك الجاربة أما عفر سنة قلها بس أقولك أتو خسر دورشك وقبلها هذه كلام مدحين متهد لو مغلي مايو تاسمها دينتي إلهي دينتي إلهي واتنبي وصحابه بيعدك يا قادشين أن لا ننازع الأمر أهله ترى عدة سنة أنا كقرص ولا ننزع يدا من طاعة إن أنا أمر دي الدس ما ينوقف كما ذا مسلم كترى ضايع أنا كورما ووحي النبي قبل الله صحابه كي قال تشيلو دينتي إلهي واتها دينتي إلهي والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم ننك ما ذا مسلم كا التلاد وقعنت وقلت يرتو الدون حبشي يبا نغضي إن وحي وناق الله قم قلو القناة الدعو وحي شرعي خلاف صنة إن الله قم قلو القناة الدعين لقنواري والراوحة اسكده ديمقراطية نوحي الله ذي مايا وإن معارض للصمية معارض والضروري إنه معارض شنو هذا معارض شنو وحبه جاي مايا وقبل وقف فانية حتى الدولة اللفتية دي بقى فانينا السبع أولا معارض كوالا جامارمان إنه معارض شنو وهي معارض دليلها الدولة دم وشنية ودد كور شيء جية دولة ده مركب بقنا يسوع خلط كيسكيل على لسه لا معارض كو هي بدأ وإلى هي حكامته ويبو كقاضة تنوح موتشي ويدني ماذا قفك حاكمك قفك حاكمك إما دحوينها وحن الله ضبيا عيا أما الله قبق يا أما الله قامر قاضن يا محي وهي بد ما رح تنمو إلى هي وصاري هدي مالو والبلع عاية ولا أفلقات دي وامر دي دل قصة مايو وصلت حاران الله قد لقو هي بد دي بعد دوليس تنده وشخص عادي إني هبل هبله إني هبل هبل وي عادي يبون نقنية مرك يا كامر قادنا يدد كورة بحكو الورد ونقت أمر ديد دالو قصة ميني مر هدي أمر ديد دالو قصة ميني قفك مضح ده هانا تيدد كي بلا مضح بيكو صورنا عيانو دي فوضى لقلية فوضى النتيجة دواتا كم وقتا ليبيا وطيامن كم وقتا وطميلا بضان لولك إسلام كا صومر تواتي صومالي صومرين إلا إمي كان راد كيدي يميده هيدي أي قرانا يان إدباتي دولي أي هايسو دولة حنبا كون أكسن دولة الآن ساسي أولان شيرين داد كيون أكسنا 70 سنة تحت حاكم جائر خير من ليلة واحدة بلا حاكم تضبات صندوق وحاكم ظالم اللي هو استوغو أيا دانتا هل هبين وبلا دولة لي ساسي أولان شيرين دولة نمد وح عيارا معها وفضط قف كالصنها النبي يا قواش السلف كآخر أنا صدق أبو فهمية وحيابها مركات دولة نمد اللي بدي قوة أحزابتها ديمقراطية قوة كمدة هي أحزاب الدين قال لفتي هذا أيضا الله صم يستي إن لجو قارو دولة نمد لجو قارو حكم لجو قارو دولة نمد ضعيفين سوى ذن كاركين مرب وذا ده أنت صف صار قلان شير شرائط قبنا يود دولة دي توس غوهر مني وحن حتى شريعة خلاف سنين الدولة دي سوى شيء دي توس غوهر مني وحابة عادية دقل النقطتين إلى هذا أمر كيين ننقاذ الوزارة وقافتها وحورة رئيسة وحاها الله الصمية شريعة دينا ما خلاف صنع وحنا والله دينا تاكا ما قالوا وإنه قسوا ديرنا يانوا قعنته إنه قلنا يانوا وإنه هو سقلنا تاين الديدنا وإين حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي قماذا إن فريسة الصمع والطاعة لكاد دائرة مسلمين عقائد كنوع عاسية مبادئة نوع عاسية ملايك نوع عاسية حركات كالدينية هي أحزاب الديمقراطية ومضى يدحو الضوء هسكي العليا هنا أخرستان حديث النبي كور رميس الصلاة والله رقم أيها حاكمك مسلم كإسلام نمديس ولي أي سوغنطاي إيه سلف كوحي أولان شيرين مسايشة سلف كوحي كيدا دينا كتبت عقيدة كدوينا حديك العقيدة الخوارج بعد كدعي داعش بعد نقن انت الحماسة لقو قليا حوالي كرلية لقو حرة القاعدة نقن دونتا شباب با نقن دونتا تدك مسلمين تدلين دونتا دي قودة عدادين أباها با الدلي وهي دا با الدلي نفتا دا الدلي دونتا واتقرحين دونتا إسلام كان وحبه وتري ميسد بل وحيا الله إيا نباتة دو جيسانيس داعش إيا القاعدة إيا الشباب إيا حركات كي كلاد دقالمي اتحاد إيا اعتصام إيا كوي جزائر كد دقالمي يجبه تلينقاد مدين بكرو قادين ودين سرايس ما انت ما دركت يا اخوان المسلمين دين سرايسو هلكي هورا كرو وكعدي ما انت ما دركت
بل way uga si dareeno hoos diin ku dhaqankiiba ba hoos u si dhacayba adduunyo ay soo kordhiyeen nimid aragtay maya bal wuxuu raa shaqul islaam ibn taymiya qof kasto oo haakim dhaalima ku baxay raad raaca taariikhdu wuxuu sheegaya in diirahan iyo adduunyahan ba uga daray waxba aan ku soo kordhin intii aad ka soo gaadheen noloshana tusaaleyaal badan baad ku arki kartaan oo cibro qaadasho idin ku filan arintaasina waa mid Umar khaati furaysa waxa culamaa oo dacwada salafiyada dadka ay u sheegi jireen waligood ilaa imkana ay u sheegayaan ee waafaqsan xadiithka nabiga iyo hadalladii saxaabada iyo salafka waligood baa lagu caayo tooda ayun baa marka dambe inay saxdi ahayd la gartaa marka fitnadu dadka ay baabiso ayaa la gartaa saadka masjidu nakhil in fara badan ba mabaadida noocaas dadka looga digi jiray شباب أو بلوة وحتى مقع عن لبحين أي كرسي أنو كشيغي جرنان ورن جرني عقيدة خلدن باي وطان وتكفيريين سلام كي دي قوضة حلاشان ايان كرسي باي قد دقالما ايان أي دد كان اي كلين ايان فكاسا وحا وداد مقالي دا تشوغا ورن جرين كوا ما ركتي جديدية دا لرادو ومرايكن كي وشق ايان جهاد كي دي دين bal kuwii maanta weydiiyey waxa tiraahdaan shabaab ka warrama anaga daa wuxuu waa khawaarij jabay oranayaan khawaarij weeye anaga daa oranayaan oo markay isqabsadeen iyagu ay isku dhaceen ay oranayaan waa khawaarij mabaadida noocaas ah alqaacida goorma ayaa culimada dacwada salafiyada ay ka digi jireen maanta ay wadaada ka hadlayaan ceeb maaha qofku xaqu markuu waa cadaado inuu sheego laakiin waa inuu dee si sax ah u sheego u dhaado warniyo ciddii aan caayi jiray markan qolada difaaci jiray hay saamaxan ilaa ku khaldamay aniguna waan khaldanaa ilaahay baan u toobad keenaya waa raganimo taas waxaasina waa khalada dad oo iska ilaaliya laakiin sidii siyaasiyiinta marba mowjad la saaro qofku uu iska dhigo inuu sidan u nahaa ninkii alqaacida difaaci jiray shabaab difaaci jiray cidda ka hadasho oran jiray mareykanba u shaqeeyaano jihaadka diidayeen maantana wuxuu iska dhigayaa uun maantu caaya shabaabki markaas wuxuu iska dhigay waligaa inuu sidaa ahaa hadalladii horena way duubayeen la socod laakiin dadkan waxba isu geyn oo shalay iyo maanta qofkan wuxuu shalay lahaa iyo maanta wuxuu leeyahay cidda isgarab dhigtay isu geysa aad iyo aad bay u yariyeen marka ilaahay idin barakeeyo ilaahay diintiisa barta ku camal falo ku dhaqma dadka gaadhsiiya dadkani dacwad bay ku hagaageen waa dad muslimiina diinta in loo dhigo oo si saxa loogu sheego dagaal uma baahna gaalaysiin uma baahna qarax uma baahna fitnana uma baahna madax dawladda la rido oo dawladda muslimiina oo dadka fowdo la geliyo dadkani uma baahna diintoodii adduunyooduba way ka baaba'aysaa ilaahay bana subxaana watacaala weydiisanayna yaxfid calayna diinana waan yaqiyana min alfitani maa dahara minha wama batan sala allahu cala nabiyina maxamedin wacala alihi waasxaabihi ajmaciin